طب بص بقى، جبت ايمن شوقي، كابتن ايمن شوقي. كابتن ايمن شوقي معانا. لماح اثبت بقى بالعدد ده معانا على التليفون. نجم الاهلي السابق ومنتخب مصر، يا كابتن ايمن، وطبعا ويعني الزميل العزيز كمان في الاستوديو التحليلي. كابتن ايمن، صباح الخير على حضرتك. صباح الفل يا هوان، صباح الفل يا كريم، صباح الفل على ضيفكم الاستاذ محمد صادق، وصباح الفل على شعب مصر وجمهور الاهلي العظيم، ودايما منورين قناه الاهلي. بوجودك وبوجود كل الزملاء حقيقي يا كابتن ايمن، و11 موسم مع الاهلي، ختامه كان في 94 95، يعني عايزين كده من حضرتك برضو تدينا لمحه عن هذه الرحله الجميله اللي كانت مع الاهلي. اتفضل يا فندم. هو يمكن ذكريات حلوه جدا، وانتوا رجعتونا ل 25 سنه فاتت ولا ثلاثه، وكنتوا بتتكلموا على البطولات الافريقيه. يمكن كانت اول بطوله افريقيه اللي هي كانت سنه 85. انا جيت النادي الاهلي 84، سنه 85 كانت اول بطوله افريقيه، وكان اول مباراه ليا كان المرسى التونسي في تونس، وتسببت بضربه جزاء، وكان جاب ضربه جزاء في اخر دقيقه كابتن مجدي عبد الغني، وكسبنا بالماتش ده 1-0. واول بطوله افريقيه ليا كانت سنه 87 ضد نادي الهلال السوداني، اللي هي كانت اخر مباراه للكابتن محمود الخطيب اللي نزل اخر 20 دقيقه وعمل سيرك، وكان نزل مكاني يعني المباراه النهائيه. حلو. استاذ محمد عايز يسال حضرتك حاجه. كابتن ايمن، صباح الخير يا كابتن. انا صباح الفل يا استاذ محمد، ازيك؟ انا مبسوط جدا. انا كنت بتفرج على حضرتك على حضرتك وانا شاب صغير، كنت بروح الاستاد وشفت. انا جايب هنا صور كمان كان جايبها الكواكب في 85، وحضرتك منور الصوره هنا اهي، ها صوره جميله جدا في افريقيا حضرتك كنت بتتكلم عليها. بس انا كان نفسي اسمع من حضرتك بامانه، يعني كنت قاعد في الاستاد، شعور حضرتك والله انا كنت حاسس حضرتك السؤال ده قبل ما تقوله، في ماتش النهائي افريقيا مع الهلال السوداني، كلعيبه جميله بتحبوا بعضيكم، وكابتن خطيب نزل في اخر ربع ساعه، وحضرتك كنت جايب جون جميل جدا جدا في نهائي افريقيا، وخدنا بيه الكاس بسبب الجون الثاني. عايز اقول شعور حضرتك ايه، كابتن خطيب بيمتع جمهور الكره المصريه في اخر ربع ساعه، الجمهور بيغني مع الخطيب وحاسين ان هو هيسيب الكوره هيعتزل، وانتوا كلعيبه انا اسف يعني مع كل احترام، ايه التفكير كان فيه ساعتها والكابتن الخطيب بيبدع في الربع ساعه الاخيره؟ ايوه، بص انا عايز اقول لك حاجه. هو زي ما حضرتك قلت كده، كانت مباراه الهلال 2-0، وكان الهدف الاولاني جابه الجمال الثعلب بنفسه، وانا جبت الهدف الثاني، وعايز اقول لك ان انا كان نفسي اكمل الماتش طبعا، وزعلت جدا جدا ان انا ما كملتش الماتش، وقعدت لعبت مع كابتن محمود الخطيب اخر تلت ساعه. ويمكن هو كان ساعتها المدير الفني كان اسمه ديف باتلر، وكان الكابتن انور سلامه المساعد. فانا بعد الماتش يعني بكلم الكابتن انور يعني بقول له انا كان نفسي اكمل الماتش يعني، قال لي معلش احنا برضو طلعناك يعني، كنت انت جايب جول والفرحه كويسه بالنسبه لك، واحنا قلنا نصبر شويه، كان نفسنا برضو حسام حسن يجيب جول، فاحنا ادينا له الفرصه ان هو يكمل يعني. أيوة. ويعني ما فيهاش مشكله يعني. اللي زعلني بقى الماتش دوت ان انا ما كملتش ولعبت مع الكابتن الخطيب اخر 20 دقيقه، لان الكابتن الخطيب اخر 20 دقيقه عمل يمكن تقريبا احلى 20 دقيقه في حياته. امتاع احنا بكينا في الملعب طبعا. حسينا ان هو عايز خلاص، هو بيقول لكم يا جماعه دي رساله، انا هسيب الكوره، انا هعتزل، انا كده صحيح. والله صحيح. وهو قال لي بعد الماتش، قال لي يا ابني مش انت لو كنت موجود في الملعب كنت جبت لك جون ولا جولين من الكور بتاعتي دي؟ قلت له يا كابتن ده انت اللي مطلعني ومن الاخر داخل مكاني. لعيبه اوفياء خدموا الاهلي بروحهم بكل يعني طبعا. اتفرج على كابتن ايمن شويه ما يجيب جون، فرحته فرحه جميله كده بتهزك، يجري يعمل كده ويعمل رجليه، بيعمل فرحه. شفنا له صور جميله من شويه وهو بيحتفل. تاريخ عظيم طبعا. احنا بس في وقت الحلقه تاريخ عظيم كابتن ايمن شاوي، جميل صحيح. محترم صحيح. ربنا يخليك، ربنا يخليك، شاكرين جدا على الاشاده والجمال الكلام الجميل ده. الله يكرمك يا كابتن، احداك تاريخ جميل والله، بنفتخر بيه والله. اشكرك كابتن ايمن، شكرا لحضرتك على هذه المداخله الغاليه.